بايدنا ونخلص وبعدين حاجة عاملين محضر وبعدين وحش نجينات تبقى مشكلة. احنا كان دلوقتي في حاجة معينة لابد ان احنا ندركها، ان احنا جايين النهاردة بنحط الحلول ونقول والله دي هتتنفذ خلال فترة زمنية محددة. يعني احنا مش جايين مجرد هنروح ولا ادرسه، لا. الفلوس انا هساهم، صار المحافظين هتساهم الخطة الاستثمارية الموجودة عندهم، ولو في حاجة تانية السيد وزير المالية هيساهم معانا. لكن وطبعا النهارده معانا وزير الري مشرفنا عشان المساحه، لان المساحه برضك لها جزء وجزء كبير جدا بالنسبه للتوقيتات وبالنسبه لان احنا بنبعت الورق بيقعد فتره طويله جدا، وايضا المغالاه في المؤسسات اللي بتعمل. معانا وزير التخطيط مشرفنا برضك عشان خاطر ان احنا النواحي الماديه اللي عندنا بالنسبه لخطه الفلوس نحن كوزاره التنميه المحليه اللي هنساعد معاكم، فبرضك عشان يبقى وسيادتك في الصوره بالنسبه لنا. السيد وزير الزراعه ايضا ان هو الشريك الاساسي. ابراهيم بيه محمد وزير الاسكان عشان خاطر برضك بالنسبه للمخطط الاستراتيجي الموجود، المخطط العام اللي موجود وده بيهمنا جدا وازاي هيتنفذ. هنبدا بالمخطط العام. دكتور عصام ابدا بقى دلوقتي هقول لنا كلام سريع كده، ايه اللي تنفذ وايه اللي ما تنفذش، والكره فاضله الكره طبعا خلصت كلها، خلصت وما تنفذتش. ده اغرب حاجه شفتها ان جميع مخطط التفصيل لكل القرى خلص. ايه العقبه؟ انا مش عارف. يعني بقى بنراجع الكره لان المخطط التفصيلي للمدن جزء كبير خلص والجزء الباقي لسه هنشوفه. طب اللي خلص ما تنفذش ليه؟ ما نعرفش. هل في خرائط؟ ايه المطلوب؟ شرط ان انا هنحط شهر الاقي كل مصر كلها كل اخواننا في التخطيط العمراني بيشتغلوا. انا اسف العباره دي اللي هو التخطيط العمراني اللي مش حاطط شهر معانا يقول لنا من دلوقتي. حته العقد اللي بشوفها في المحافظات لا. فدول هيحتاجوا تقريبا هيئه المساحه عمل حوالي 6 سنوات. لان هي امكانيات هيئه المساحه تعمل 35,000 فقط في السنه. توقعهم على الطبيعه. فكان يعني هل يعني يبقى في مقترح ان مراكز المعلومات او مراكز الشبكات المرافقه الموجوده في المحافظات انا مش عارف في امكانيه ان هي تقوم بهذا الدور ولا لا؟ الحلقه شغاله خالص بس يعني بص اديني الحاجات اللي جاهزه عندك. السوق مليان شركات قطاع خاص. النقطة هذه المساحة بتلتزم بينا عشان الكواليتي تتأكد إن الحاجات المحطوطة على الخريطة هي الملزمة بيها، هي الملزمة على هي الجهة المنوط بيها الكلام ده. فإديني اللي أنت عايزه وأنا من خلال العمل مع رئيس الهيئة والمكاتب الموجودة في السوق بكواليتي كنترول معينة أوصل اللي أنت عايزه، بس إديني المخططات جاهزة مفيش تأخير فيها بحيث أشرف. واحنا عندنا دلوقتي 110 مدينه جاهزه، اتفضل. هل انت دلوقتي احنا عشان المده الزمنيه هل نقدر نتغلب على من خارج؟ دلوقتي هو احنا موجود امكانياتنا احنا كذا ودي المشكله فعلا اللي بقابلها عشان بس يبقى الامور واضحه. الحقيقه عند حته معانا اللي بيربطنا في المساحه ده عشان يجوا يطلعوا بحاجه معينه او نطلبهم ونطلبهم يقعدوا بعد 3 4 شهور على ما يبداوا هم يروحوا المحافظات، فهم عقبه. يعني المساحه اللي بعتبرها هي العقبه في العمليه دي كلها. انا بدات العقبه دي يا فندم وانا ملتزم قدام حضرتك. اديني المخططات اللي انت عايزها نسق معايا مظبوط. انا من خلالي يعني انا مش هجيب من خلالي هجيب اضافه على شركات اضافيه تساعدني في العمل ده بحيث انجز لك اللي سيادتك عايزه في الوقت المناسب، بس خلي الامور تبقى في تنسيق دائم ومستمر وتبقى مفيش تأخير من اي جهه بحيث ان انا اقدر اعمل ايه؟ الشغل. في نقطه ثانيه مع الوزير بالنسبه ان الوزير بدل ما 10 سنوات زي ما حضرتك اشرت بامكانيات المساحه لوحدها، يبقى المساحه تعمل حسابها على ان احنا نعملها في خلال 6 شهور بالتعاقد مع الشركات اللي معاها الوزير.
بحيث ان احنا نقول ان في فترة زمنية قصيرة نقدر نخلص هذا الجهد، لان لو استنينا سنة او اثنين علشان نعمل تدقيق للموضوع مش يعني التعديات اللي بتحصل في خلال هذا الوقت هتكون بالغة.